لا طبعا في موقع كراج بكون داخل مظلة، وفي هون طبعا تقريبا 4 سيارات قدام الفيلا. الفيلا من الداخل، هاي الكراج اللي هو الداخل إلى سيارة. طبعا في هون من الخلف يعني حوش، وفي له باب من المطبخ. في هاي المساحة هون على المدخل جوا، أول شي المجلس على اليمين، مساحته واسعة. هاي الحمام طبعا، وهون طبعا في غرفة ماستر. حمامها هون، في المطبخ مع ستور. هذا طلع برا الحوش، هاي الستور. فيهم كمان باب بطلع خارج. هون الطابق الأول في 4 غرف ماستر مع خزان حائط. هاي الغرفة الثانية، في مطبخ تحضيري. الغرفة الثالثة، وكل حمامات بانيو. وهاي الثالثة الرابعة، يعني هون 4 وواحدة تحت بصيروا 5 ماستر. والطابق الثاني فوق في 2 ماستر غرفة الخدامة. وكمان هون مطبخ تحضيري، وفي 1 غرفة، غرفة رقم 6.